مرحبا. أجواء شتوية ربيعية مع درجات حرارة فوق معدلات السنوية عم بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. حرارة معتدلة على الساحل خلال النهار ومنخفضة على الجبال، خاصة بالمناطق الشمالية والبقعية وضباب كثيف على المرتفعات القريبة للساحل، والطقس المستقر مستمر لمنتصف الأسبوع المقبل، موعد وصول منخفض جوي حامل أمطار وتدني بدرجات الحرارة وثلوج على الجبال. ننتقل لنشوف الحرارة ببعض المناطق اللبنانية. شكا 22 درجة، علي سجلت الحرارة فيها 19 درجة، عين سحالتا 18 درجة، أما بتغرين ف 17 درجة وانخفاض ملحوظ بالحرارة خلال الليل. كيف رح يكون طقسنا بهاليومين منشوفهم مع بعض؟ الجمعة والسبت 16-22، الأحد بتنخفض قليلاً درجة واحدة مع 15-21 وغائم جزئياً. هيدا كان جونا لليوم، منشوفكم بكرة بجو جديد، أما هلأ فللأجواء الإخبارية.